الخير مشاهدينا وين ما كنتوا. اكيد اليوم بتبدا معانا جلسه جديده من برنامجنا جلسات شبابيه. مساء الخير محمد. مساء النور يا مروه ومساء الورد لكل مشاهدينا وين ما كانوا. ان شاء الله اليوم راح تستمتعون معانا بضيوفنا باصواتهم الجميله، لحظات ومكون معاكم ان شاء الله. مشاهدينا مرة ثانية، والحين سؤالي حق محمد. الحلقة اللي طافت كنت تعلمت كيف تمسك العود صح؟ شوفي مروة، أنا متعدد المواهب. اليوم شو سويت إنزين؟ اليوم صراحة ما بغيت أثقل أخواني وقلت أكون خفيف عليهم. أوكي. وعشان المرة الجاية أتعلم منهم أكثر، تكون نفسيتهم يعني متهيئة لي أكثر. أوكي. فقلت بخفف عليهم اليوم إن شاء الله وبتعلم أيام الأسبوع. اتحرت في سبب ثاني؟ لا لا ما في أي سبب ثاني. محمد اليوم بنذكر مشاهدينا طبيعة البرنامج. أكيد يا مرة تفضلي. مشاهدينا بيكون برنامجنا عبارة عن جلسة أسبوعية غنائية، بيكون ويانا أصوات أكيد شباب واعدة جدا جميلة، وأيضا بيكون ويانا ضيف فنان له أكيد خبرة فنية واسعة. بضيف عليك يا مروة أن برنامجنا ما يعتمد على التصويت، أنتم بروحكم تدعمون هذه المواهب عن طريق محبتكم لهم وعن طريق مواقع التواصل خاصة بالبرنامج واللي تقدرون الحين تشوفونها على الشاشة. وأهم هدف يا مروة أن برنامجنا يقدم الشباب موهبتهم والدعم الشباب عشان يوصل صوتهم لكل محبينهم وين ما كانوا. أكيد محمد، الحين بنرحب بضيوف حلقتنا اليوم، وبداية برحب بالأستاذ. أكيد بما أن حلقتنا فنية بامتياز، أول عازف ساكسفون في دولة الإمارات وأيضا ممثل تلفزيوني وسينمائي الأستاذ محمد مرشدي. هلا ومرحب فيك يا أستاذ. مرحب مرحب مرحب. نورتنا عبد الله. هلا مرحب أستاذ. الله يخليك. وأيضا نرحب قائد الفرقة الموسيقية طارش الهاشمي. يا هلا وسهلا فيكم وحياكم الله. والحين بننتقل لأصحاب الأصوات الواعدة، أيضا الأستاذ سلطان سالم. الله يسلمك. خبرنا عن نفسك أستاذ سلطان. أول شيء أشكركم وتحتوا لنا هاي الفرصة الطيبة هاي نكون معاكم ونساهم وياكم. الحمد لله يعني بس مشواري أنا وطلعاتي يعني وتعلمت هي هواية من الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني لا أكثر ولا أقل. نعم. بس نكون ما يعني ما شو بقول لك يعني ما لقت الجمهور ما عرفك بزيادة يعني. هي نعم واتبي وهذا كله طالب. نتمنى لك كل التوفيق يا أبو سالم إن شاء الله. معنا أيضا الفنان خالد الزعابي، مرحبا فيك يا ابو الوليد. اهلا وسهلا. نورتنا يا حياك الله اخوي. الله يخليك. خبرنا عن بداياتك يا ابو الوليد. والله بداياتي كانت منذ الصغر، علمني عمي وجه له تحيه من خلال هالبرنامج جمع من خلفان الزعابي. والنعم. نعم الله ينعم حالك. علمني على بديت كايقاع، لازم ايقاع، ومن بعدها طورت العزف من خلال حصص الموسيقى في المدرسة. نعم. ومن بعدين من بعد ذلك يعني بعد ما كبرت نميت الموهبة هذه بروحي يعني، والحمد لله لين أصبحت اليوم مؤدي وعازف عود في نفس الوقت ولازم إيقاع في نفس الوقت. نتمنى لك التوفيق. الله يخليك تسلمي ما تقصر. لا ما عندك مشكله يا مروه، ما عندك مشكله. نتمنى لك كل التوفيق. الله يطول بعمرك حبيبي. نرجع حق استاذ محمد مرشد. سعيد بحضور كوكبه الشباب الجميلين، وطبعا اقدم الشكر للفرقه اللي خلف الكواليس يعني اصدقائي وعشنا معاهم يعني عصر جميل من الموسيقى اللي نقول عليها انها مقفله في صندوق مغلق وليس خارجة للإعلام. نعم. وهذا اللي احنا نقوله للشباب الإماراتيين ان لازم يبدأوا يطلعوا ويبدعوا ويطلعوا مواهبهم إعلاميا، لان في بصراحة مجموعة كبيرة من الفنانين الإماراتيين عازفين موسيقيين ممثلين يحاول انه يسكر على نفسه في مكان مغلق ما حد يسمعه. فطبعا من نتناقش معاهم يقولوا لا انا ما اريد احب اطلع الاعلام، وهذا غلط يعني. انا اوجه الرساله للشباب اللي عنده موهبه يطلعها. فاحنا ما نقول احنا ندور في الكلورنا الاماراتي كيف نبرزها للخارج بطريقه جميله
وحلوة، وفي نفس الوقت إنه يكون يعني شرف لدولة الإمارات إن عندنا كوكبة من المجموعة. أبو عبد الله لا مقاطعة في حديثك، هو أهم هدف للبرنامج إن إحنا نحيي هالأصوات. أنا سعيد والله، يعني أنا أول ما خبروني قالوا لي إن فكرة البرنامج هاي، طبعا كنت يعني ان احاول ان اكون متواجد ونثبت ونحط ايدنا على ايديكم ونحاول ان احنا نقدم المجموعه هاي من الشباب، لان احنا عصرنا فترتنا كان في تعب وحصلنا متاعب وقدم. انا اصلا موسيقي، فكيف اخلي الناس تسمعني؟ بالضبط، هو التراث القديم، التراث القديم اللي اختفى. فهذه من المجال كل واحد يحاول يدور طريق يبدا منه حياته وبدايات الفنيه، وبرنامج جميل. يعني انا ابو عبد الله، انا ابو عبد الله عندي لك سؤال بصراحه. انت عندك اسئله وايد انت تقولها، بس ابو عبد الله كونك انت اول يعني عازف على اله الساكسفون، شو اللي حببك في هذه الاله ومنو كان قدوتك؟ وبحكم ان هذه الاله يعني مش منتشره، ما عندنا ابدا في الامارات. بداياتي طبعا الموسيقيه، طبعا هذا نعيد نرجع لورا، ان المدارس اللي احنا كنا ندرس فيها، احنا المدارس اللي درسنا فيها في مدارس عسكريه اسمها مدرسه ابو عبيده العسكريه في ابو ظبي، طبعا هاي كلها الات نحاسيه، الطلبه يطلعوا يتعلموا الموسيقى والفن والرياضه والجمباز، فهاي كان من ضمن الالات الموسيقيه، كانت الات نحاسيه هي اله الساكسفون، حبيتها في صغري. يعني حتى لما بدينا ان احنا نستمر في ان ندخل الطلبه للفصول والاشياء هاي، انزرعت البذره هاي فينا. كنت شايف حد قبل ما تنطلق؟ لا ما كنت شايف حد، كنت شايف يعني ان حبيت صوت الموسيقى عاميه، لان اشوف اي طفل يطلع لي موهبه، بس منو اللي يكتشفها؟ اهله، ابوه، امه، في الشعر، في الموسيقى، في الرسم، في اي مجال لازم يكون عنده موهبه، بس احنا كاولياء امور ان احنا نطلع مواهب الاطفال هذيله. فطبعا لما كبرت درست ورحت القاهره، درست 3 سنوات في القاهره موسيقى، والحمد لله رجعت الامارات اني انا عازف ساكسفون اماراتي، وابدا شقيت طريقي بطريق المسرح مو بطريق العزف اني انا عزفت، لا رحت حاولت اني ادخل المسرح، برست الاله الموسيقيه في مجال المسرح، والحمد لله رب العالمين. واجهت صعوبه كبيره في البدايه كونها اله صعبه ان واحد يتعود عليها؟ لقيت يعني بعض الصعوبات اعلاميا، يعني الحمد لله الدوله مو مقصره، توفر حق جميع المجالات الفن والشعر والسينما، بس احنا كشباب يعني ان احنا نحاول كيف نطلع في مستحف في البدايه، وهاو كسرنا الحاجز هذا والحمد لله، يعني بدينا يعني ان نسوي شيء للامارات، وفي نفس الوقت كأنا محمد مرشد اتمنى ان الفتره هاي انها رساله نقدمها للاجيال القادمه، انهم كيف نروح نعلمهم، نروح نحضر مجالس تطوعيه، دار زايد للرعايه الانسانيه، نروح نقدم مواهبنا للناس هذي على اساس يشوفونا ويبداوا هم يتشجعون ويشقوا الطريق. يعني استاذ محمد تعزف لنا مقطوعه موسيقيه، شو رايك؟ ان شاء الله انا بقدم لكم مقطوعه، هاي طبعا اول لحن انا قدمناه بمسرحيه اوركسترا من سنتين، مسرح خور فكان، فطبعا كان جميع الالحان الحاني، فبعطيكم مقطع بسيط شيء من تفضل يا ابو عبد الله. Thank you.
الله تعتي ابو عبد الله الصراحه يبالها على فكره يبالها يمكن تدريب نفس صحيح نفس ما شاء الله نفس هو كل شيء يباله تدريب وطبعا النفس شيء اساسي فيها فهي نفس كرة القدم نفس الغطس السباحه فهي آلة من ضمن الاساسيات انه لازم تكون عندك طاقه من النفس رياضه تمرين الاشياء هاي كلها يعني وفوق صحيح. هذا الاحساس يعني فوق كل شيء اكيد انا طبعا احب الكلاسيك يعني انا نعم. انا غير يعني الاله هاي هي جاز بس انا يعني الكلاسيك مأثر علي وايد لان درست في الطاقه من شي بديت اول ما عندنا من هذا ف ان شاء الله بنسمعكم طبعا انا مو محضر شيء نعم. هذا كله طبعا جاي انا جاي مستمتع بالجلسه بالضبط نعم. فان شاء الله يكون يعني تكون لقاء جميل يعني ان شاء الله يا ابو عبد الله مروه ايش رايك ما نطول على المشاهدين يلا ونسمع صوت الفنان اليوم شو بسمعنا الغالي اهوى ويلا ها اهوى ويلا اهوى ويلا نعم اهوى ويلا تفضل تفضل يا ابو سالم ماخذين القلب مني ناهبين الصغير سالب مني سنين والكبير العود لواني عناه اوا ويلا من اللي مبرين ماخذين القلب مني ناهبين الصغير سالب مني سنين والكبير لواني عنا يوم قفوسة دمعي عن غروب بلل من الصف بالصوب ثوب كل ما قفي صوب سالي صوب لين القرح جفن عيني بالحلا اوا ويلا من اللي مدبرين ماخذين القلب مني ناهبين صغير سالب مني سنين والكبير العود لواني حال حسانك يا ابو عبد الله سمحوا لي عاد شويه انا بعد له شوي الصحه والجو قام يتقلب علينا بالعكس فسموحه منك بالعكس يا ابو عبد الله بصراحه صوتك ولا غلطه نفس ما يقول والحين بننتقل لخالد الزعابي عندي فضول اسمع صوته الصراحه شو بتسمعنا اليوم بسمعكم ان شاء الله أغنية من أغاني الفنان ميحد حمد وجه له تحية من خلال هالبرنامج وأتمنى أنها تنال على إعجابكم إذا مريت صوب الدار الأول وهي تفضل يا أبو الوليد الله يخليك دام فضلك وهي طبعا للتذكير من كلمات الشاعر المرحوم علي بن أرحم الشامسي الله يغفر له ويرحمه يا رب العالمين صوب الدار الأول إذا مريت صوب الدار الأول أشوف الدار تذري هالذواري أخف السير في دربي وحول أخف السير في دربي وحول وطالع من يمين ومن يساري وطالع من يمين ومن يساري وطالع من يمين ومن يساري على اللوحات ممنوع التجول على اللوحات ممنوع التجول
وجيش الحب معلن بالطواري مثل ما قال راعي الوصف الأول مثل ما قال راعي الوصف الأول كلام الليل يمحيها النهاري كلام الليل يمحيها النهاري كلام الليل يمحيها النهاري إذا مريت صوب الدار الأول إذا مريت صوب الدار الأول أشوف الدار تذريها الذواري أخف السير في دربي وحول أخف السير في دربي وحول وطالع من يمين ومن يساري 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 صح لسانك يا ابو الوليد وانا بعد طالع يمين ويسار بختارك يا انت يا ابو الله يطول عمرك كاس الدندن ويا ويا خالد شوفي انت الحين ما اخترتي اي فريق لا ها لا نسال ابو عبد الله ابو عبد الله سمعت الاصوات الطيبه ايش رايك في اصواتهم والله اصواتهم ما شاء الله يعني الشباب يعني هم المستقبل وما شاء الله اصوات جميله وواعده ان شاء الله ان شاء الله نشوفهم بس اهم شيء منهم يستمرون يعني ويبداوا يكثروا من الظهور الاعلامي لان الظهور الاعلامي استاذ خالد زعابي انا اعرفه من سنين يعني كنت اروح عنده صموعه تي في المجلس يجمع الشباب الفنانين وما شاء الله عليه يعني جميع الفنانين يكونوا عندي رسم معاه ثلاث مرات اربع مرات واتمنى اني يستمر في الموضوع هذا يعني كل التوفيق الله يخليك اجمعين ان شاء الله الشرف لي يا ابو عبد الله يا متزري في المنزل عندي يعني والحين مشاهدينا لا تنسون تتفاعلون ويا ضيوفنا الشباب وايضا مع برنامجنا جلسات شبابيه على هاشتاغ جلسات اندرسكور شبابيه والحين ايضا بننتقل سلطان مساء تسمعنا اغنيه ثانيه سمعكم شو بتسمعنا يا ابو سلمك صالح. الله يسلمك وسمعك يا طير سلم على الحبيب يا طير سلم على الحبيب قل له تراني مستصيب وجروح قلبي ما برد وانت الدواء وانت الطبيب سيد حسرات ما لذلي شرب ونقات لذوق نوم ولا فات أسعي وسيح ملك أسقيت وسقيت حسرات ما لذلي شرب ومقات لذوق نوم ولا فات أسعي وسيح بالنحيب طير سلم على الحبيب قل له تراني مستصيب وجروح قلبي ما برد انت الدواء وانت الطبيب يا طير سلم على الحبيب قل له تراني مستصيب وجروح قلبي ما برد انت الدواء وانت الطبيب ما شاء الله انت سلطان وصلتنا بصوتك لا والله صراحه سموحة انا يعني اعتذر مع المولى بالعكس 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 الله يسلمك بالعكس هاي ترى حركاتك الفنان لا 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 ما شاء الله عليك لا بس ما شاء الله عليك سلطنا بصوته بصراحه نعم 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 مروه شكرا لك الله يسلمك نسيت ايش رايك نطلع فاصل نطلع فاصل يلا اعزائي المشاهدين فاصل وبعدها الوقت مشاهدينا بعد الفاصل ويا ضيوفنا المميزين اكيد الفنان محمد مرشد وايضا قائد الفرقه الموسيقيه طارش الهاشمي ويا ايضا سلطان سالم وايضا الفنان الشاب خالد الزعابي مروه قبل الفاصل سمعنا ثلاث اغاني اغنيتين بصوت ابو سالم واغنيه واحده بصوت خالد الزعابي واكيد راح نسمع صوتهم مره ثانيه أكيد. بس خلونا نتقرب اكثر من فناننا ابو عبد الله ابو عبد الله خبرني شو اهميه الاله الموسيقيه بين الالات هذه كلها طبعا الآلة الموسيقية طبعا هي الساكسفون تكلم عن الساكسفون آلة الساكسفون بالضبط هي مثل الآلات الموجودة يعني في الفرقة الموسيقية
وكل آلة لكل عازف هو يتميز بالآلة كيف إنك كنت تكون عازف، لأن العازف يعبر عن نفسه عن شخص شخصية الآلة هاي. في آلات كمانجا، في العود، في آلات كثيرة، وفي آلات مستحدثة جديدة، فكل واحد يخترع وكل واحد يبدع إبداعاته في الآلة اللي هو متواجد فيها. بالنسبة لي أنا كمحمد مرشد، أنا كنت أتمنى يعني أن تكون لنا فرقة أوركسترا، فرقة إماراتية. طبعا الأستاذ طارش الهاشمي شاركني في الموضوع هذا، لأن إحنا يعني فترة طويلة ياسين نصارع وياسين ندور شباب وندور مجموعة، فما زال إحنا ما فاقدين الأمل، الأمل قدامنا، وإن شاء الله يعني الجهة الإعلامية مو مقصرة، بس إحنا نقول في بداية الحلقة قلناها الشباب تعالوا، في موجودين بس طبعا يبالهم شوي ان شاء الله. اكيد يعني استاذ محمد وفناننا محمد، كل الفنانين الشباب اللي يتابعونا الحين، يكون برنامج جلسات شبابيه حلقه توصل بينك وبينهم، ومن الممكن ان اكيد تاسسون فرقه اوركسترا ان شاء الله. فهي اله الساكسفون انا بالنسبه اعتبار لي انا ان انا احاول ان اطلع فلكلوري، اطلع مواهبي، اطلع المقطوعات اللي انا احب ان اسمعها للعالم بطريقتي الخاصه، نفس نصير شمة، نفس عمر بشير، العازفين العالميين هذين. فنتمنى ان احنا نخوض التجربة هذه كشباب اماراتيين، لان ما في موجودين. الدولة اهتمت في الشعر، اهتمت في السينما، اهتمت في المجالات المسرح، يعني الحمد لله. بس احنا نقول بعدهم على العازفين الموسيقيين ما حاطين الفوكس عليهم. فأتمنى يعني أتمنى أن يشاركونا، يعني إحنا ما طالبين شيء، إحنا طالبين مقر يجمع الجروب ها، وتفريغ أنك تفرغ، لأن إحنا موظفين. فموهبة الموسيقى مع التفريغ تعمل أشياء جميلة وكثيرة يعني، وهي كلها جهود شخصية. أنا بالنسبة لي الساكسفون أنا جهود شخصية، ما حد علمني، رحت طلعت ودرست ورجعت وحاول ونصارع. بيجي اليوم ان شاء الله ان احنا يكون في مجموعه من العازفين الموجودين. وعبد الله ما تحس لانه يمكن الاله صعبه؟ لا ما في شيء صعب، الاله هي اله مثل يعني ما شاء الله فيها كم يعني مفتاح، فيها هي طبعا كم مفتاح فيها يبالها يمكن سنين واحد يتعلم. والله هي اله يعني جميله، شكلها جميل، طولت صوتها. في التعليم طولت في التعلم على هذه الاله؟ والله انا 25 سنه يعني ما شاء الله. بس كبدايه لين ما تمكنت منها؟ لا انا في بدايتي درستها، يعني درستها في بداياتي. طبعا شوف اذا انت حبيت الاله هذه راح تبدأ. ممكن في شهر، ممكن في اسبوع، على حسب امكانياتك، وممكن تطول، ممكن انت تتعب منها، لا ما اريد هالاله، ابى اله ثانيه. فكل واحد حبه للشيء، اذا حبيت الشيء هو طبعا اكيد بيرد لك انه هو يحبك في نفس الشيء، انه يعطيك امكانيات راح تبدع فيه بعد بالله. اكيد اكيد بالله. اكيد مروه ننتقل شوي للفنانين، ايش رايك ننتقل؟ شو احب الالوان تسال؟ تفضل. لا تسالي، لا انت سالي خلاص بعد انا ما بطفت. شو احب الالوان اللي تحب تغنيها؟ هل تحب التراثي ام الحديث؟ من دام احنا داشين في هذا المجال هذا كل شيء حلو، بس المقرب ولازم اللون الشعبي التراثي مالنا. نعم. مع انه معظم الشباب او حتى هذا ما بتشوفهم ما يغنون الشعبي، اكثر شيء بتشوفه يغني خليجي، بيغني اشياء ثانيه، لكن عندنا. وبعدين الكلام مو موجود عندنا، الكلام مو موجود، لو موجود هذا بيتعلم، أنا بتعلم، مروة بتتعلم، أنت بتتعلم، محمد وي محمد وبو محمد، كلهم هاي بيغنون بيقولون. إذا تحيد أيام الكاسيتات قبل تحطي داخل وتسمع، أيوة تسمع وتروم تكتب، والصوت بس ما يطلع لك واضح، وين بتركب الكلام؟ اوكي مكاتب شعراء او يسمونه المكاتب، حتى المكاتب استديوهات يعني انتاج، لو يحطون كل شاعر الى البومه المغناه حسبت، حتى الجير الباكر يوم بيطلع عارف فيها اغاني شعبيه رومي، هذا بيعيش بيطلع واحد من الجيل هذا اول ما بيعرف يسمع بيسمع صوب الكويت، بيسمع صوب السعودية، بيسمع يبتعد الدول عن الجو. هنا ما عنده شيء يعني، بتقول غني أغنية شعبية بقول لك ما أعرف أنا. كلامه صح أبو محمد، صح الكلام هذا، لأن لو شيء المكاتب هاي تجمع لي الشعراء القدامى تحطي لهم ألبومات،
تحطي لهم هذا الكلام كلمات عسبت يعني، حتى لو واحد حتى لو تو مبتدئ ياكد عليك ابو سالم ابو محمد بعد يعني هو فكرة. طبعا انا اعقب على ما تفضل فيه اخوي سلطان، يعني صار توثيق عندنا بالنسبه للشعر الشعبي والاغنيه الشعبيه، ولكن هذا التوثيق اصبح محصور ما نشر، يعني بمعنى ان وزاره الثقافه والتنميه الاجتماعيه زمر الاخوان عملوا ارشيف فني، ولكن انا اعتقد طالما ان هذا الارشيف محصور في مكان معين ينطبق على ان عدم تعلم الجيل الجديد للمفرده الجديده للمفرده القديمه للجمله اللحنيه القديمه يعني لون الاغنيه القديمه، فبالتالي ما في هويه، فتضطر انت الناشئ يضطر انه يسمع اشياء عربيه، يسمع اشياء مثلا من الدول خليجي. المجاوره خليجيه فانا ارجع ايدي الفكره هذه، يعني لابد ان يكون في نشر بالنسبه لي فن الشعبي، وحتى حتى عفوا اخوي ابو محمد حتى حق النطق اللهجه المحليه طبعا ضروري كل شيء اختلف، حتى بالاسعار المحليه اللي عندنا لازم حتى يوم بتجي الاغنيه لازم تبقى اللهجه المحليه العاديه اللي هيعت يعني من مثيل هذا من الاغاني القديمه لازم. بالوليد شو انت احب الالوان لك والله وكان عندك تعقيب لا مقاطعتين في حديثك كان عندك نعم. تعقيب على كلامك نعم انا بعقب الحين عن الكلام بس بوضح لك نقطه في البدايه طبعا انت يمكن يعني نحن تعرفنا على بعض خلال البرنامج هذا بالضبط الله يخليك ونحن طبعا نشكر قناه الظفره انها اتاحت لنا هالفرصه يعني وعرفتنا على شباب طيبين مثلكم يعني الله يخليك شرواكم الوليد الله يطول بعمركم انا طال عمرك في بداياتي اول ما بديت في الاغاني الشعبيه وتاثرت تاثر يعني كلي بالفنان ميحة حمد وايضا تاثرت بالفنانين الثانيين من امثال الفنان المعتزل علي بالروغة ويسمح لي ان اطريت اسمه في البرنامج لكن فنان يتم راسخ في قلوبنا يعني وايضا تاثرت بالفنان جابر جاسم بس يمكن ميحة بالروغة كانوا الاقرب الي زين شو احب الالوان لك هل التراثي ام الحديث لا انا التراثي صراحه تراثي. الحديث انا ما يعني لاني انا هذا السبب اللي انا ما طلعت يعني اعلاميا وما ما نزلت كاسيتات واغاني في الساحه الفنيه لاني انا ما اميل للشعر الحديث انا انسان يعني بنيت نفسي على القصيده التراثيه وبنيت نفسي على الالحان الشعبيه فاظل محافظ على هويتي وهذه مهمتي انا كفنان بالضبط الحين بالوليد شو بسمعنا انا بسمعك اغنيه للفنان المعتزل علي بروغة وهي من كلمات الشاعر الكبير كميدش بن نعمان الأغنية بداية عنوان الأغنية أحبك والمحبة لها ما أسيها تفضل يا هي طبعا كانت من الحان الفنان نفسه ووثقوه وزارة الإعلام كالحان تراث يعني حبيبي أحبك والمحبة لها ما أسيها حرام الروح يا سيدي تأسيها أحبك والمحبة لها ما أسيها حرام الروح يا سيدي تأسيها حبيب الروح في الجثمان ما حلت وحبك لي نزع روحي وكرسيها حبيب الروح في الجثمان ما حلت وحبك لي نزع روحي وكرسيها وعادات المحب المخلص الوافي إذا عاهد مودع هودي وفيها وعادات المحب المخلص الوافي
إذا عهد مودع عهودي وفيها أحبك والمحبة لها ما أسيها حرام الروح يا سيدي تسيها حبيب الروح في الجثمان ما حلت وحبك لي نزع روحي وكرسيها صح لسانك ما شاء الله عليك خالد مروه لحظه اصبري قبل لا طولي انا قبل اوكي ليتس فيرس تفضلي مين اخترت الفريق شوفي بصراحه مختار انا ابغي سالم انا خالد انا الاثنين بعد ما سمعنا خالد الاثنين والله ما شاء الله يعني شيء يعني شفت الفرق بين التراث بين الشعب وبين الحديث اللي احنا ياسين نسمعه صحيح يعني هذا اللي احنا ندور عليه هذا اللي احنا نستمتع نشبع اذننا فيه يعني شيء ما شاء الله احنا عليك احنا بناخذ تعليقك ابو عبد الله بس بعد نبا ابو سالم يسمعنا بعد بصوته سلطان ابو سالم يلا ايه سلطان ابو سالم شو بتسمعني يا ابو سالم انا فريقكم طال عمرك اغاني علي بروغه حلو وكلمات فتاة العرب فتاة العرب تفضل طبعا فتاة العرب الشاعر عوشة عفوا اخوي ابو سالم ونعم وان شاء الله عاد انت فريق شد حيلك ها ابو سالم دير بالك ان شاء الله وشد على الله ان شاء الله مو مشكله مساغذي ترقادي يومه جعت العيون مساغذي ترقادي يومه جعت العيون سهر وطل النادي حرك علي شجون حرك علي شجون امسى غذي ذرقادي يومه يعد العيون امسى غذي ذرقادي يومه يعد العيون سهر وطل النادي حرك علي شجون حرك علي شجون لحبه الودادي ما بيننا مزون لحبه والودادي لبيننا مزيون بوحاج بين عقادي شروات خط النون شروات خط النون امساق ذي ذرقادي يومه يعد العيون امساق ذي ذرقادي يومه يعد العيون سهر وطل النادي حرك علي شجون حرك علي شجون صح لسانك صح لسانك ما شاء الله بس انا بقول شيء بصراحه هو حرك شجوني كلها صراحه انا برد حق خالد لكن قبل ما ارد حق خالد بس السؤال حق الفنان اكيد محمد شو رايك باصواتهم عقب سمعتهم بعده الوان غنائيه والله احنا نبغاهم يعني ما شاء الله هم يعني الاذن تسمع والاحساس يوصل ينبض فاحنا نبغاهم نشوفهم على الشاشه قريبا بالستايل اللي هم يحبونه بالشيء اللي هم يتمنون انهم يستمروا فيه نعم. بس ما شاء الله عليهم يعني انا سعيد انا نحن اسعد بوجودك وبوجودهم يعني شيء ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه الشباب والفرقه بالذات يعني طبعا استاذ محمد الملا يعني يعني هذا الانسان يعني صديقي من فتره يعني انا ما شفته فانا سعيد عاميه بالاجواء بالكواليس نعم. بالدنيا بالفلكلور اللي احنا لابسينه نعم. يعني هذا شيء يعني احنا نتشرف فيه يعني صحيح ابو محمد ايش رايك في انا امانه كل حلقة أحاول أن أخليها متميزة عن الحلقة الثانية يعني بتنوع الأصوات الشباب اللي أختارها صراحة بعناية حلقتنا هذه ما يميز الحقيقة يعني أنا بتكلم عن أماني لازم أنا أتكلم عن الفنان خالد تسلم يا أبو محمد تواصلت مع كثير من الشباب الهواة يعني الإماراتيين ففي منهم رفض او متخوف او متردد اني اشارك في البرنامج يوم اقول ان احنا اطار برنامجنا تراثي وتحضر من الاغاني التراثيه وتحضر ليش التردد هذا
أنا أقول لك ليش؟ لأن المفرد اللي نغنيها في غنينا التراثية صعبة. بالضبط. هذا رقم واحد. اثنين ما يفهمون الكلام هذا، وأحياناً يعني صعوبة الفهم عندهم. سابق في ثرقادي و... بالضبط. بالضبط. في أشياء كثيرة، بس خالد للأمانة متميز في هذه النقطة، إنه يعني متقن لل يعني أنا أول فنان إماراتي شاب أشوفه متقن للفن الشعبي القديم. قليل منهم اللي يعني يطلع عنده هذه الموهبة. هذه نقطة حق فريقي. حق فريقي. صحيح. شوفي المدح هذا كله حق فريقي. قليل ونادر يعني تحصل واحد مثل خالد يؤدي الأغنية الشعبية مثل ما هي ما كنا نسمعها قبل. هذا رقم واحد. بالنسبة لي سلطان أيضا أنا حرصت إن يعني الأصوات يوم تسمع صوت حديث تتذكر مطرب قديم. ففي تجديد في على الأقل في تداخل يعني. بالضبط. في سلطان صوت رخيم، فنحن في عندنا طلعوا المطربين القدامى اصواتهم رخيمه ما بين الالتو وما بين السوبرانو اللي نقدر نقول ابو عبد الله. ايوه صحيح صح. سلطان من هذه الاصوات ايضا فن خالد من الاصوات، فبالتالي يعطيك هنك الاغنيه الشعبيه القديمه لما تسمعها. هذا التميز اللي موجود عندنا اليوم بالاضافه الى ابو عبد الله يعني والآلن الجميلة هذه. هذا انت بعد موضوع ثاني ترى كامل بروحه. والحين محمد بنرجع حق فريقي خالد، شو محضر لنا اغنية الحين؟ والله محضر لك اغنية اتمنى تنال على اعجابك. اكيد تعجبني فريقي. تسلمين ما قصرتي. هي من اغاني الفنان ميحد حمد. نعم. ومن كلمات الدكتور مانع سعيد العتيبة ومن الحان وغناء الفنان ميحد حمد. تفضل. وانا ان شاء الله اقدر اعطي الاغنيه حقها يعني. تفضل. واتمنى ان تنال اعجابكم واعجاب المشاهدين. تعجبنا اكيد. تفضل. نعم. ما دريت اني بحبك ما دريت ليش شفتك وانشغل قلبي بحبك، ما عرفت اني على دربك مشيت غير لما تاه قلبي وسط دربك، ما دريت اني بحبك ما دريت لين شفتك وانشغل قلبي بحبك، ما عرفت اني على دربك مشيت غير لما تاه قلبي وسط دربك. يا فريد الحسن مثلك ما رأيت أو ما خلق شرواك في هالكون ربك، نوري عظيم من جبينك لي بديت والليالي في دياجي هسفرت بك، يا فريد الحسن مثلك ما رأيت أو ما خلق شرواك في هالكون ربك، نوري عظيم من جبينك لي بديت والليالي في دياجي هسفرت بك، ما دريت اني بحبك ما دريت لين شفتك وانشغل قلبي بحبك، ما عرفت اني على دربك مشيت غير لما تاه قلبي وسط دربك. ما شاء الله عليك خالد. حسانك يا مريم. صح عبدالكم تسلمون. حسانك. الله يخليك. إن شاء الله بس الجمهور يدعمك أعزائي المشاهدين، لا تنسون تدعمون هذه الأصوات الطيبة على هاشتاغ جلسات _ الشبابية. سهرتنا مشاهدينا الغنائية بعدها مكملة وما خلصت، لكن فاصل وبنرجع لكم، خلكم ويانا.
رجعنا لكم أعزائي المشاهدين من بعد هذا الفاصل القصير مع ضيوف حلقتنا، الضيف محمد مرشد والفنان بسالم والفنان بوالوليد. قبل ما نبدأ أي شيء مشاهدينا بسهرتنا الغنائية اليوم المميزة من جلسات شبابية لأول مرة في برنامجنا دويتو بيجمع الأستاذ سلطان وأيضا فناننا الشاب خالد. الشرف لي والله. إن شاء الله. يعني مروة فريق وفريق يتحدون لأول مرة. لأول مرة. بالضبط. هو في النهاية هدفنا واحد نحن. هدف واحد. أنتم بتشاركون بعد؟ أكيد أكيد. ليش لا؟ أوكي. والله. لأول مرة. مرتين. فرقة موسيقية متكاملة. نعم. تفضلوا. خلاص تفضل عي. شو بتسمعونا؟ شو بتسمعونا إن شاء الله؟ سمعكم أغنية الله يدار زايد. الله يدار. من الأغاني الوطنية اللي لمع فيها الفنان. وهذه الأغنية غالية علينا. حمد. صحيح. نعم أيوة. هذه غالية على الكل يعني أكيد للمغفور له الشيخ زايد رحمة الله عليه. الله يرحمه إن شاء الله يرحمه روح الجنة. تفضل. آمين يا رب العالمين. الله يا دار زايد كيف محلى يا ناس حلوة وقلبي مغرم فيها. القمر يوم يظهر من محياها في غاية الحسن يرحم كف بانيها. الله يا دار زايد كيف محلى يا ناس حلوة وقلبي مغرم فيها. كان القمر يوم حياها في غاية الحسن يرحم كف بانيها. تسبي النواظر من أولها إلى قصاها حلوة وزايد يلي أكثر محليها. هي جنة الأرض رب العرش سواها من ضاق صدراتي والناس فيها راضية. تسبي النواظر من أولها إلى قصاها حلوة وزايد يلي أكثر محليها. الحين الفنان محمد أكيد نصيحة منك من واقع اللي عشته في الفن، نصيحة حق كل الشباب الموهوبين وأيضا حق الشباب الموجودين ويانا. نصيحتي هي يعني أن يحاولون الشباب أنهم يكسروا حاجز الجمهور الإعلام، أنهم يحاولوا أنهم يطلعون إعلاميا، كل واحد يعبر بطريقته الخاصة في شيء اللي يمثل هو شخصه، لأنه لما يقدم فنه بيقدمه لدولته ويقدمه لشخصه هو الفني وميوله ثقافته وين بتروح يعني. نعم. فهاي يعني أتمناهم يعني أنهم إن شاء الله ما شاء الله بادين يعني
يعني نشوف يعني من العشرة واحد اثنين، فأنا أتمناهم كلهم يطلعون على الساحة. وأنا أشكر البرنامج، يعني البرنامج هذا برنامج أنا أسعدت وايد فيه، إن أنا من ضمن البرامج اللي أنا حبيتها يعني بصراحة بدون مجاملة، بالكاستنج الشباب الحلوين طبعا أستاذة مروة أستاذ محمد، يعني ما شاء الله عليكم مبدعين، وانتم اللي تحفزونا يعني تخلونا يعني نطلع ما في جعبتنا، وهذا يعني اقل شيء ان احنا نقدر نقدمه في البرنامج الجميل. استاذ طارش الهاشمي تقدم لهم نصيحه الفنانين؟ انا دائما يعني دائما انصح الفنانين الشباب الصاعدين يعني لابد ان يحمل بطاقه هويه فنيه، وبطاقه الهويه الفنيه لابد ان يبدا من تراث الامارات، مثل ما خالد غنى ومثل ما سلطان غنى. دائما انصحهم بان لابد ان تكون عندهم قاعده ينطلقوا منها، القاعده اللي ينطلقوا منها اللي هي يعني الفن التراثي الاماراتي، دائما انصح الفنانين الشباب ومن ضمنهم طبعا الاخوان. والحين اكيد ننتقل حق الشباب. سالم كلمه اخيره منك حق كل مشاهدينك ومحبينك على تلفزيون الضفره من برنامج اكيد جلسات شبابيه. الفن اهم شيء التراث، وبذل ما قلت بالبدايه لازم يسووا لهم مثل مكتبة أرشيف الفنان أو الهاوي أو إنه والحاجز الخوف أساساً، الخوف بالضبط نفس ما قال أبو عبد الله، أهم شيء يكسر الخوف. والإعلام ترى طبعا لازم بيدورها الصوب، بيقول يمين يسار، الإعلام بيركض بيمشي وياك في أي مكان. لكن أنا أقول إن شاء الله أتمنى من الأجيال الجاية يعيشون على الجو الشعبي هذا والتراث والمعروف الصحي والأكيد منه، وإن شاء الله على الباقي على الله. نعم هذا هو. أبو الوليد كلمة لجمهورك ومحبينك على قناة الظفرة وعلى برنامج جلسات شبابية. طبعا أنا لو تسمحني في البداية أنا هاي كلمة وجهها للشباب اليوم، ووجهها للجمهور أيضا وللمشاهدين. خالد الزعابي ما ظهر إعلاميا ولسبب، أن خالد الزعابي يهتم وعنده رسالة يبغي يوجهها. الرسالة أن هي أتمنى من الشباب أن يهتمون بموروثنا الشعبي لا يندثر، لأن يعني تراثنا الشعبي مليء حقيقة بالقصيدة، مليء بالكلمة ذات المعنى، ورغم الألحان البسيطة لكن نحن في إمكاننا إذا بحثنا في هذا التراث المبدع اللي يقدر يطور من الفن الشعبي، بحيث أن أنا الآن أبحث في التراث في القصيدة، سواء ديوان شاعر طناف، ديوان شاعر سلطان الشاعر، ديوان شعراء الكبار، وأنتقي منها القصيدة وأعمل لحن ممكن يضرب معي بالضبط. فهني ممكن نحن أحيينا الموروث الشعبي. فأهتموا يا شباب الفن الشعبي، فن الشعبي وايد جميل ومليء بالمعاني ومليء بالكلمات البليغة والفصيحة في نفس الوقت. وأشكركم على الاستضافة هذه الجميلة، وأشكركم على وأشكر قناة الظفرة، وأشكر مصورينا والكادر كله، وأشكر أبو محمد أنه رشحني، وإن شاء الله كنت عند حسن الظن يا رب العالمين. وأشكر أبو عبد الله حقيقة، اللقاء جمعني، اللقاء هذا اللي جمعني فيه، وأشكر أخوي أبو سالم، وأشكر الفرقة الموسيقية اللي صاحبونا طوال الحلقة، أستاذ علي وأخوي طلال عماري واخواني الباقيين، استاذ محمد الملا، واشكركم جميعا. الله يطول بعمركم. وانا بعد واتمنى اكون ابو الوليد بعد اشكر ضيوفنا. الله يخليكم. وبعد ما ننسى ان نشكركم انتم مذيعينا بعد ما قصرتوا صراحه. الله يخليك ابو الوليد، شهاده على التسجيل. الله يخليكم ان شاء الله. الله يطول عمركم. انا بعد اعزائي المشاهدين اشكر ضيوفنا الفنان محمد مرشد والفنان طارش الهاشمي، وانت قائد الفرقه الموسيقيه بعد موجود انا طول الحلقه. نعم. وايضا شباب حلقتنا اكيد محمد ما بننساهم، سلطان سالم وايضا خالد الزعابي، اكيد نتمنى لكم كل التوفيق. الله يخليكم ان شاء الله. وانا بذكر المشاهدين لا تنسون تدعمون هذه الاصوات الحلوه والجميله على هاشتاج جلسات _ شبابيه.
وأنا محمد بعد بقول لا تنسون تريونا، موعدنا بيتجدد وياكم الأسبوع الجاي مثل اليوم. لا تنسون، والحين مع الأستاذ محمد والفنان محمد مرشد بمقطوعة بمقطوعة موسيقية ننهي عليك الحلقة إن شاء الله. إن شاء الله أسمعكم مقطوعة طبعا دمج من نفس المقام، فآيا زين وفوق النخل طبعا من أغاني الفلكلور يعني، فدام إحنا في جلسات شعبية وتراثية يا سلام يا سلام خذ راحتك. Oh.